اختص الله عز وجل المسجد الحرام بميزات عدة، ورفع مكانته وأعلى شرفه، وطهره وجعله مهوى الأفئدة وملتقى القلوب الطاهرة، تلتئم فيه وحدة المسلمين في صف واحد، يعبدون ربا واحدا لا يشركون به شيئا، ويرفعون له أكف الضراعة، وهو سبحانه يباهي بهم ملائكته. ولم لا وقد أتوه شعثا غبرا يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذه المكانة تنوعت عناية المسلمين بالمسجد الحرام على مر التاريخ لتعدد مكوناته وحاجتها الماسة إلى التوسعة والعناية والاهتمام والتطوير المستمر وفقا لتقارير بثته وسائل إعلام سعودية. وأتت العناية بتوسعة المسجد الحرام من تزايد أعداد المسلمين الراغبين في أداء الحج والعمرة. من هذا المنطلق تستمر السلطات السعودية ممثلة في وزارة المالية في تنفيذ أعمال مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام الهادفة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين من 670 ألف مصل إلى 1,287,474 مصليا، لتصبح بذلك التوسعة الأكبر في تاريخ المسجد الحرام. تأتي هذه التوسعة في إطار حرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للعناية بضيوف بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم. صمم المشروع بحيث يبدأ من مسافة حوالي 200 متر من مركز الكعبة المشرفة، وبعمق يصل إلى حوالي 684 مترا من مركز الكعبة، ويشتمل على مبنى التوسعة والجسور الجنوبية للربط مع مبنى المطاف والجسور الشمالية، ومبنى الخدمات والساحات ومبنى الخدمات الذي يمر من خلاله مجموعة من الأنفاق وممرات المشاة، وجزء من الطريق الدائري الأول المحيط بالحرم المكي الشريف. وتأتي هذه الأعمال انطلاقا من حرص السلطات السعودية على توفير المزيد من الراحة والسهولة للحجاج والمعتمرين لإتمام مناسكهم على أكمل وجه، خصوصا مع تزايد أعداد الزائرين لبيت الله الحرام، خاصة في موسم الحج وشهر رمضان المبارك من سنة لأخرى. والنعمة لك والملك لا